من القدس المحتل. نعود إليك يا سيد كاظم أبو خلف المتحدث الرسمي باسم الأونروا، وكنا نتحدث حول الاستهداف المتعمد للأونروا من قبل الاحتلال الإسرائيلي، لكن ألا توجد هناك أحداثيات يومية لتحديد المباني والمؤسسات والمدارس الرسمية التابعة للأمم المتحدة أو للأونروا حتى لا يتم استهدافها من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي؟ يعني نعم، بكل تأكيد كل العاملين في المجال الإنساني يعلمون أنه من أبسط قواعد العمل في هذا المجال هو الحرص على سلامة الموظفين أولا، شأنه شأن مثلا جائحة كورونا، الحرص على الأطباء قبل كل شيء من المرضى حتى. فبالتالي إذا نحن أول شيء نعمل أن نشارك إحداثيات الطول والعرض لكل مرفق ومنشأة من منشآتنا مع الجانب الإسرائيلي تحديدا، حتى يعني منأى بهذه المنشآت والمرافق عن أي أعمال حربية سواء بالخطأ أو حتى بالعمد. ولكن يعني كنا قد اعتقدنا عند القصف الأول مثلا عندما أصابها الضرر أن قد يكون بالخطأ، هذا يحدث في الحرب وفي النزاعات المسلحة، ولكن بعد 64 و67 ضرر تعرضت له منشآتنا أصبحت نظريتنا بحاجة إلى الكثير من إعادة النظر. يعني بدأ يعني اعتقادنا يذهب باتجاه آخر، بدأنا نرى أن هناك من يحاول خنق عملياتنا ليزيد من معاناة. يعني برغم هذه الأحداثيات التي يعني تقدم من الأونروا حول مؤسساتها ومبانيها ومدارسها التابعة لها، الاحتلال يستهدفها متعمدا. بالأمس القريب استهدفت مدرسة الفاخورة وهي ليست المدرسة الأولى، ونتج عن ذلك من الضحايا ما نتج. بالمناسبة نحن نقدم إحداثيات الطول والعرض لكل منشأة من منشآتنا مرتين في اليوم، يعني ليس كل يوم بل مرتين في اليوم، لأنه لنا تجربة في قضية الاستهداف هذه، ونود أبد يعني نود فعلا أن ينأى الأعمال الحربية تنأى بنفسها أو تبعد أو تجنب مرافقنا هذه الويلات، لأنه فيها مدنيين. يعني حتى من دون ما يكون فيها مدنيين، الأصل فيها أن تكون في مأمن من الأعمال الحربية، ولكن ما يحصل على الأرض يعني يشكك كثيرا بنظريتنا. إذن دكتور كاظم، يعني أفادت هناك مصادر للقاهرة الإخبارية بمباحثات مصرية أمريكية للتوصل لهدنة والإفراج عن المحتجزين في قطاع غزة. كيف إذن ترى الدور المصري الكبير تجاه القضية الفلسطينية؟ يعني مصر لها التاريخ ولها الجغرافيا فيما يتعلق بالشأن الفلسطيني. أنا لست على اطلاع الحقيقة بحكم أنه ببساطة مستواي هو مستوى العمل الخدمات الإنساني، وطبعا بكل تأكيد كل جهد يخفف على حياة الناس. يعني كان هناك منذ أسابيع كثيرة حديث عن هدنة وعن وقف إطلاق النار، يعني سمعنا كثيرا لم نرى طحنا. أأمل فعلا أن يوفق الجانب المصري، والآن مصر بثقلها أيضا موجودة في هذا الملف، حتى نخفف من الأعباء على الناس. يعني دخل علينا فصل الشتاء، هناك أمطار، هناك برد، يعني الأنروا يعني تجهيزاتها لاستقبال 150-200 ألف من النازحين، لكن ليست لاستقبال 914 ألف. هذه الدول لا تستطيع التعامل معها هكذا. 914 ألف إنسان أصبحوا من النازحين في 40 يوم، فالمسألة كارثية بكل ما تحمل الكلمة من معنى. وخطورة يعني ما يحدث طبعا، يعني هناك طقس سيء وخاصة في هذه الأيام، هذا اليوم بالتحديد سيد كاظم، هناك طقس سيء طبعا يضرب مناطق متعددة من قطاع غزة ما يعوق عمليات الإغاثة، لكن بالنسبة للموظفين التابعين للأونروا هناك عدد كبير حقيقة استشهد نتيجة لهذا الاستهداف المباشر والمتعمد والمستمر، فكيف هو الحال إذن لتعويض مثل هكذا موظفين استشهدوا نتيجة لهذا القصف المستمر؟ يعني هؤلاء الناس لن يعوضوا أبدا. هؤلاء كان منهم الأطباء والمهندسون، وكان منهم المعلمات والممرضات ومدراء المدارس، هم سقطوا، البعض منهم سقط في بيته، هدم بيته عليه هو وزوجته وأولاده، 104 حتى الآن، وهذا الرقم في ازدياد بكل تأكيد، وإنما تصلنا يعني بشكل متدرج، وهناك العشرات أيضا جرحوا. فإذا كان هذا هو شأن الموظفين العاملين في الأمم المتحدة، فما بالك بمدني عادي؟ يعني مع أنه هذا وذاك في بموجب أحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، الأصل فيهم أن يكونوا محميين، يعني سواء موظفة الأمم المتحدة وعامليها أو حتى ناس مدنيين. ما يحصل على الأرض في قطاع غزة هو عكس ذلك، وهناك الكثير من المسائل والفروقات التي تحتاج إلى نظر حسب الكثير من مؤسسات القانونية الدولية.
إذن دكتور كاظم، بالأيام السابقة كانت الأونروا قد أعلنت أنه من الممكن تعليق عملها في الكامل في غزة بسبب نفاد طبعا الوقود، وطبعا هناك كانت تحذيرات عديدة، يعني تحذيرات عاجلة بشأن إعاقة تسليم المساعدات الإنسانية. اليوم ما هي أكثر الصعوبات التي تواجه الأونروا؟ يعني قبل أيام بالفعل كنا على وشك أن نأخذ القرار الصعب بوقف عملياتنا لسبب بسيط جدا، أنه ليس لدينا الوقود، خلص انتهى كل الوقود الذي لدينا. فبعد أن خرجنا علانية وقلنا ذلك، تكرم علينا الجانب الإسرائيلي ب 23 ألف لتر من الوقود، ولكن كان هذا الكرم مشروط، قال أنه هذه الكمية تستخدم فقط. ولكن عذرا دكتور كاظم، هذه الكمية ماذا تكفي؟ لا تكفي لشيء، بل إنهم شرطوا علينا أن نستخدمها فقط لتحريك شاحناتنا باتجاه معبر رفح لاستجلاب المساعدات. استخدمناها ليومين، ثم ماذا؟ عدنا إلى المربع الأول، ثم بعد ذلك بكثير من الجهود الدولية والدبلوماسية يبدو أنه هذا تمخض عن اتفاق يقضي بدخول 123 ألف، وبالفعل على ما أعلم دخل 123 ألف لتر من الوقود إلى غزة بالأمس، ثم هناك وعود بأنه يدخل تقريبا كل يومين 120 ألف لتر أو كل يوم 60 أو 70 ألف لتر، ولكن كل هذا أيضا لا يكفي. إذا ما علمنا مثلا يا سيدتي، نحن في الأمر ووحدنا، نحن فقط نحتاج إلى ما لا يقل عن 160 ألف لتر من الوقود كل يوم لإجراء يعني عمليات بالحد الأدنى، وإذا حبينا أن نتوسع قليلا نحتاج إلى 200 ألف لتر. صحيح. فما بالك المستشفيات والمخابز ومحطات التحلية ومحطات معالجة الصرف الصحي وسيارات الإسعاف. يعني النظام المدني هو متشابك، يعني أنا ماذا سأستفيد من الوقود إن لم يكن لدي مساعدات، وماذا سأستفيد من المساعدات إذا لم يكن لدي وقود حتى أنقلها من مكان إلى آخر. من هنا طبعا تنطلق نقطة وأهمية وجوب الحصول على وقف لإطلاق النار بعد 44 يوم من قصف لم يتوقف. وإذا لم يكن وقف لإطلاق النار، فأضعف الإيمان إذن أن يكون هناك هدنة معتبرة، هدنة معقولة، هدنة ليست هدنة 4 ساعات ينفيها طرف ويثبتها طرف آخر، ولا حتى نعلم أي ساعات من النهار أو الليل هي. هذا المطلوب. يعني ودكتور كاظم، برأيك يعني ما مدى خطورة تفاقم الأزمة الإنسانية في ظل الاكتفاء المجتمع الدولي دعني أقول ببضع إدانات من خلال يعني البيانات والدعوات الباهتة لوقف إطلاق النار، كما كنت تتحدث الآن، نريد وقف إطلاق نار، نريد هدنة لإدخال هذه المساعدات الإنسانية. وأريد منك في الشق الثاني، الشاحنات المساعدات هل تواجه مخاطر خلال سيرها في الطريق بعد الدخول إلى غزة؟ يعني هذا المجتمع الدولي الحقيقة عليه أن يتحرك بشكل أسرع وبشكل أكثر فعالية. كل يدعي وصلا بليلى يا سيدتي، وليلى لا تقر لهم بذاك. نحن لدينا الأرقام تتحدث، 500 شاحنة كانت تدخل قبل الحرب، لماذا لم نصل بعد 44 يوم من الحرب إلى سقف 3 أيام مما كان يدخل قبل الحرب؟ هذه مسألة الحقيقة بحاجة إلى نظر وبحاجة إلى علاج سريع، قرارات ليس قمم واجتماعات ويعني إحاطات، مع أننا لم نترك باب لم نقرأ عليه نحن، يعني أحطنا كل العالم بكل التفاصيل. هذه التي أشاركها معكم نقلناها أيضا إلى مجلس الأمن أكثر من مرة، وإلى الدول في الهيئة العامة للأمم المتحدة. وبالعودة إلى الشق الآخر من سؤالك حول الشاحنات، لا هي تدخل، وإنما تدخل ببطء، وهناك آلية بطيئة تقتضي أيضا بتفتيشها من الجانب الإسرائيلي، وما لا يساعد في دخولها بسرعة. وكنت قد ذكرت في بداية مداخلتي أن معبر رفح مؤسس يكون معبر للبشر للمسافرين وليس معبرا تجاريا، فقضية أنه والله مصر فتحت معبر رفح انتهى الأمر وأنا أعفيت نفسي من المسؤولية كإسرائيل، لا، لم تعفي نفسك من المسؤولية. المعبر التجاري الحقيقي الذي صمم ليكون معبرا تجاريا يتعامل نعم مع وهذا ما يتضح طبعا أن معبر رفح يعني يستمر دائما على مدار اليوم 24 ساعة في استقبال الحالات التي تأتي من قطاع غزة من المصابين والجرحى، أيضا في تقديم المساعدات المختلفة التي تأتي إلى الجانب المصري، طبعا الدخول من معبر رفح إلى داخل قطاع غزة باستمرار.